طوارئ في لحق بعد أنباء عن تصفية صالح السيد. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. شهدت محافظة لحق جنوبي اليمن اليوم توترا كبيرا داخل أورقة فصائل الانتقالي في إعقاب الإعلان عن وفاة مدير أمن المحافظة صالح السيد بظروف غامضة. وقالت مصادر مطلعة إن قيادات أمنية موالية للانتقالي عقدت اجتماعا طارئا الساعات الماضية لمناقشة مزاعم وفاة السيد بذبحة صدرية وما إذا كان قد تعرض للتصفية. أشارت المصادر إلى مخاوف كبيرة لدى قيادات المجلس الموالي للإمارات من مخطط جديد يستهدف ركائزها في البوابة الشمالية لمدينة عدن. وكانت قيادة عسكرية وأمنية في الانتقالي قد شككت بوفاة صالح السيد إثر ذبحة صدرية مطالبة بفتح تحقيق وتشريح جثته، خصوصا وأن صور مسربة لها قد أظهرت آثار طلقات نارية عليها. وتأتي التطورات في ظل تصاعد الصراعات داخل أورقة الفصائل الإماراتية من جهة والسعودية من جهة أخرى، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من التصفية